وكأن الزلزال لم يشبع من الرعب الذي بثه في قلوبهم، ولأن المصائب لا تأتي فرادى، تداهم العواصف والرياح خيام النازحين العراقيين في مدينة أريحة بريف إدلب لتزيد من معاناتهم وتجعل خيامهم أثراً بعد عين، وكأنه لا ملجأ لهؤلاء من العراء إلا العراء. اللي صار مبارح جت عاصفة، عاصفة شديدة قوية، يعني الناس خافت، العوال خافت انه بعد ويا العاصفه يجي زلزال، فطلعت للخيم، طلعتها للخيم، طارن الخيم وما ظل بيها حدا، يعني عندنا 6 خيام على الارض، اللي بقت خيمتين، يا دوب حافظنا على النساء والاطفال بيه. رعب، وعلى الرغم من محاولة النازحين المنكوبين وصفه، إلا أنه لا يمكن لأحد أن يشعر بما شعروا، خصوصا وأن العاصفة تأتي في جو بارد وعقب زلزال يعتبر من أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. بالليل جانا الهواء، وسبحان الله قاعدين احنا والأطفال والنساء وشال الخيمة من فوقنا، صار عندنا رعب مو طبيعي، يعني سبحان الله الأطفال حتى قامت تكرم تبول على نفسها من الخوف ومن البرد. آخر شيء أخذنا الأطفال والنساء أخذناها لغير مكان. حجم المعاناة وما عايشه اللاجئون خلال سنوات لجوئهم لم يحبط من عزيمتهم رغم شح المساعدات، إذ يؤكدون أنهم مؤمنون بقضاء الله وقدره. وإحنا تعودنا على هذا الأمر، يعني الزلزال والهواء، وسبحان الله هذا تقدير رب العالمين، راضين بأمر رب، شلون تصير الأمور خلي تصير، الحمد لله رب العالمين. حاليا طبعا ما عندك خيمة بعد ما عندي خيمة، الخيمة مالتي هاي اللي تشوفونها تشققت وماكو، الحمد لله، وهي بالأخص الخيمة جبناها احنا على حسابنا وتشققت، بعد شو نسوي؟ لا توجد أرقام دقيقة للعراقيين اللاجئين في الشمال السوري، إلا أنهم يتقاسمون مع إخوتهم السوريين جميع أنواع المعاناة في مخيمات اللجوء من الحر وبرد الشتاء وقسوة الرياح وغدر السيول، ويؤكدون أن كل هذه المآسي أرحم من العيش في مناطق سيطرة الميليشيات المدعومة إيرانياً في العراق وسوريا.